يعني وين دخلت روح اسرح يا بني ادم؟ ولك في حدا قدك بالدنا بنو؟ في حدا قدك بالدنا بنو؟ الحق ايدي وبس انتي. ولك ما عاد اقدر امشي مشينا من اخر الشارع لهون بس، وين رايح يا بني ادم؟ ولك عامل لك مفاجأة، عامل لك مفاجأة، تعي الحقيني انتي بس، بدك تشارك المفاجأة. لا حول ولا قوة الا بالله، قولي الحقيني وبمشي، وين رايح؟ ولك ضل حدا بالمنطقة ما فرجيتي علينا؟ لميت الحارة كلها تعي ما تعي، وصلنا ليكوا البيت. عامل لك شو مفاجأة؟ شو مفاجأة؟ تعي. ولك وين رايح يا بني ادم؟ لك تعال هون يخرب بيتك، تعال هون. تعي. يخرب بيتك، بدك تفشوا على الباب؟ بدك تفشوا؟ ولك ما بدي فشوا على الباب، ما بدي فشوا على الباب، اصلا لك. تعي عامل لك مفاجأة عم بقول لك. تعي حقني تعي. لا وقال شو؟ قال يوم عيد ميلادي، يخرب بيتكم من حالكم، ما شفت منكم شيء لا انت ولا اولادك. عيلة مقانش حال طالع ريحتك. والله شيء حلو. يخرب بيتك ابو عبده. لمين هي المزرعة؟ مين صاحبك؟ هي المزرعة من اليوم وطالع صارت إلك بمناسبة عيد ميلادي. كل سنة وانت سالمة يا شت الكبد. مبالك معقول أنا أنسى هيك النهار؟ شو؟ عن جد عم تحكي؟ منلخ أبو عبدة أنت من يومك كحتي لك الليرة ما تطلع منها؟ شلون هيك صرت كريم بدي أتفرج لسه هيك؟ الله يخرب بيت لزينك اللي بده قصة ثلاث أرباعه. ان شاء الله ما تقدر، ان شاء الله ما تقدر. فرجي ان شاء الله تعجبك. كل سنه وانت سالمه. وانت سالم وعبالك، وانت سالم. بس انت الحقيقه كحالتها بالاخير، يعني صار لي 25 سنه متجوز لك، انا ماشي في نهار حلو احكي عليه، بس هلا كحالتها مش الحال. هلا مطبخ مغبر شوي بده ترتيحه، بس بظبط وضع احسن من اولادك. يخرب بيتك ما حدا تذكرني بورده جرادين. هلا تمسيحه بسيطه وبصير مطبخ عم يجي ضوي. لحظه، ايش هالصوات اللي برا؟ سوات اللي برا؟ سوات؟ انا سوات ما يسمع، ما في حدا. وين سوات؟ هدول سوات الولاد مجوني وعبده. قلبي ملاي منه برا هنمو. يخرب بيتكم، ايش عم تعملوا انتوا هون؟ ايش هو هيك؟ اوه امي جيتي؟ ايه ما جيتي الحمد لله على السلامة، ايه ما وصلتي؟ هاي جايز، هي امي جايتها الحوالي لانه ما كان لها خبر بالمزرعه يا حرام. امي سلمي على المتابعين، يوم مرحبا وسي لعيب. طفي الموبايل، طفي الموبايل. امي عيب سلمي، يوم مرحبا لانه يلا. اوه امي جيتي؟ ايه جيتي الله حيك. وقت نزلت حد نزلت وقعت الكسر كمان، يخرب بيتك وفيها مسبح كمان. الله عليك يا ابو عبد الله. شفتي امي؟ شفتي ابوي ايش كان عامل لك؟ كان عامل لك سربرايز مفاجاه يعني بالعربي. بعرف انت ما بتفهمي انجليزي لانه عطوزر انت لابوي شايفه. ولك عشت ولك تعيش وتجيب يا ابو عباده الله عليك. مشان تعرفي بس معزتك عندي. لك كفي تذكرتي بالمزرعه القري. مو مثل باقي جماعه اليوم عيد ميلادي ومطنشين. شو انتبهت يا سطر؟ شكله الحكي هلا علينا. بعرف يا بقره، اعملي حالك ماني خبر، انت اعملي حالك اجنبيه. مي ما قلتي لي شلون عجبتك مزرعه؟ حلو يا تليلي. لا لسه على الغرف والكيدور فوق، طلعتي لفوق على التراس. يا يوم منظر جنن. هاي جايز، شوفوا هاي امي، هاي امي. اليوم مرحبا. شو ولعت وياها؟ ابوكم اشترى لي مزرعه وسجلها باسمي. وانتو وين الهديه؟ وين طنشوع؟ عاملين حالكم اجانب؟ نعم. سمعتي شو قالت؟ ما هي المشكلة اني سمعت. كني ما صادق خبر لسه عمي؟ شو بده يصير لي خبر؟ ايش في ليش؟ ابو عبده ايش في ليش؟ في شيء ما قلت لي اياه كمان لسه عليه؟ خراس الله يوفقك. خراس. لك ما تفرجتي على المزرعة؟ ما طلعتي لفوق تفرجتي؟ فيها شاكوزي هذا طابقين في فوق، روحي تفرجي روحي. شو؟ عن جد في فوق شاكوزي؟ عشي هي، بدي اطلع اتفرج على المزرعة كلياتها واتفرج عليهم. ايه ولحظة، بدي ارجع الاقي هدايا تبعاتي موجودين، إذا ما بلاقيهم يومكم أسود. رجع. والله برافو، بكلمتين بلفتها، أقسم بالله العظيم إنك أسطورة، ضحكت عليها بكلمتين. رجع لك يا ابن 600 صرمة يا رجال، طول بالك. والله ما قلت شي انا كمان قلت شي انا. يخرب بيتي، ايش عم تعملي انت؟ جايز درجة الحرارة شوب كثير، كأنه تركيا دخلت بنار جهنم، درجة حرارة تقريبا 20 مليون يمكن. ولك طفي هالزفت بطيخ من ايدك طفي. والله مالي مصدقة، أبو عبادة كحتي، شلون عملها؟ لك والله مالي مصدقة. لا بس حلوة ومناسبة كثير يعني، بتعرف شو أبو عبادة؟ بدي أدخل أتفرج على الغرف كلياتهم واكتب لك الورقه تحجب لنا اغراضنا واصلين كلياتهم بسرعه. ماشي بس بسرعه مع عبادة، عاملين لنا اكل لانه فيرت من الجوع. انا ليش فيرت يعني ميت من الجوع؟ تكرم عيونك دقيقتين بس، خليني ادخل اتفرج على اغراض كلياتهم ودقيقتين بكون اكل جاهز مباشره. يلا هي اضبط غرفه وارتب غرفه، خرج واحد يسوي غرفته. هذا الشباك لوين بطل؟
الله أكبر. أنتوا يا أولاد طلعوا عندي هون. أمي إيش طالعك لفوق أنتي؟ ولا قلتوا لساعتكم ما رحتوا جبتوا لي الهدايا؟ قعدت لكم هون، هذا صار مركزي الرئيسي لتلقي الهدف، غرفتي هون. نعم، إيه لا أمي ما حزكي، هاي الغرفة عنا قيت الأول، هاي غرفتي يعني. نعم، إيش تفضل؟ غرفتك؟ وإذا قلت لك صارت غرفتي، في عندك اعتراض شيء؟ آه؟ أنا كنت عم بقول هي غرفتي، بس ما كان حدا عبرت، هي لك أمي، والله هي لك. الله يخرب بيت هالمنظر هيك، الواحد فيه بتصبح منظر مثل عالم الخلق، حرام يكون في كم صبية حلوة الواحد هون يتصبح معهم، خرب بيتك على الصباح. وهي أحلى كاسة عصير لأحلى أبو بدا، خلي يبين معك، قول ما بجخ عليك. هاتي الكاسة لهم، قلنا بدنا كم صبية حلوة تجيني معبلة، خرب بيتك على المنظر هيك. لا لحظة شوي، أنت إيش كنت عم بتقول؟ أنا جاي على بالي أسمع اللي كنت عم بتقول وعيد لشو؟ مارشي كنت عم بقول فرجتي على المزرعة عجبتك ان شاء الله حلوه عجبتك لا حلوه ما بها شيء مع انه مزرعه ام ليلى كانت احلى من يومين شفت ستوريات على الواتساب حطه حبيبه ام ليلى اشتروا لي مزرعه وهن اثنيناتهم كحتي كانوا من يومين عم بتخانقوا على كيلو بندوره طلعت مستويه مجوده انتبه لا تقع يخرب بيتها لا تكلم امي انا ما بقى عم نوب انا حريت منين عم ادور تركينه مفتوح وينكم يا بابا داي يا شباب وينكم يا شباب يا غيوم؟ تركينا مفتوح ورايحين وينكم؟ يو 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 مين هذا ابو بدل؟ مين هذا الداخل عم عيط جوا مين؟ مين؟ فرجيني شو؟ لك هذا ابو عبسي صاحب مزرعة اللي اخذتها منه تفضل ابو عبسي تفضل لا تقول لي ها ما عاد داخل المزرعة عبس الناخ دق لي تخبر لي ما دقيت لي بين عليكم مبسوطين وعش نجوم لا الامور روز والله الامور ما في احلى منها اكاد اجى برهون الله لو جيتو شلون عبدة حلوه مو لا والله ليش كثير حلوه ظريفه يعني ما بهاش عبدة مين هاد الزلمه هذا صاحب الفيلا اللي اخذ ابوكي منه على الاغلب خيمني حاج بتكون دخ بدل بعدين نهار ثاني لا شلون عشان اعرف عشان اظبط اموري يعني الله لا يوفقك خربت الطريق الله لا يوفقك نعم ايش قال لحظه شوي بدك تزودني كم يوم ليش المزرعة هي ايجار؟ اي طبعا ايجار لك ملك ليه متضحك عليك يا ابو بيضة وقال لك اشتريت لك اياها الله لي وفق اذا الحكي صحيح ام عبدة وعك في زلمة غريب وعك بيننا الزلمة انه قاعد اشتوشة وعك الله يوفقك خدي راحتك خدمة ابو بيضة اتصرف يعني يا بسر ها شفت؟ قال لي خدي راحتك انت سد لي بوزع شوي وانت عامل لي فيها عيد ميلاد وشاري لي مزرعة وطلعت اخر شيء ايجار ايوه هالحركة بعرف انا طول بالك معبده طول بالك طول بالك تعال هون معبده وين بدك تروح تعال هون طول بالك دورك افهمي لك بس افهمي طيب انت فهماني غلط خليني بس افهمي بس اهدى ولا حركة اهدى طول بالك شوي خلي الزلمه يحاسبني لا اله الا الله انا رايح افيس بس خلصت برجع لحالي طول بالك بس افهمي اي استاجرت لك اياها وفرحتك اولادك اجابوا لي فاجيني اولادك اجابوا لك اجابوا لي احنا ايش دخلنا اللي عم تجيب سيرتنا بالموضوع اتصرف انت معه انت بس جايك الدور سد ابوزك وانت وانت وياها ابعد فيها امي والله انا مايلك انا جبت لك شيء لا انت مسكينه البيت انت درويشه البيت اللي ما بتعملي شيء منه في شيء ما جبتي لي اياه جبتي لي الضغط جبتي لي السكر جبتي لي القلب جبتي لي شده الاعصاب شايفه ايش بدك لسا ايش بدك احسن من هيك لسا اوه يا حقيره ومستفزه جايتك طبعك بي امي طبعك امي صوفي جنب ابوكي خليكي جنبه وانت ولا قبل الصرماي تعال تعال ما تخيل انا اجي عندك تعرف طوي بالك امي طولي بالك انت عم بغرق امي ريلاكس انا ما عملت لك شيء على فكره انا بمكاني يعني. ما عملت لي شيء انت ما عملت لي شيء منوب انا عم بتبلع تبلي عم بتبلعك الفرد الثاني صار وقتها امي صفوا كلياتكم جنب بعضكم هون وي واحد بس صاحب المزرعه الحقير اللي اجره وين فقص؟ عم عارسيه
وينه هالكمان صاحب المزرعه؟ وينه؟ وهلا انت اللي مقتلوه؟ انت يخرب بيتكم مع كل هالفضحه.